هيبقى زي اللينجا والهاند زي الفوتوسوب. فيبقى عندنا في البلبل جدد البون بتاعه الموجود عندنا فيه اللي عندنا فيه هيب بون وعندنا فيه سكر تو هيب بون وسكر وراهولك بشيء من التفاصيل معلش شويه. الثاي عندنا فيه بون واحده كبيره اسمها الفيمر اسمها ايه؟ فيمر اسمها فيمر اللي هي ديت. عندنا في الليج عندنا تو بونز زي ما كان في الفور ار كان عندنا ارنا ميديالي ورينا سكري عندنا هنا في تيبيا ميديالي ارنا كبيره اسمها تيبيا ميديالي وعندنا في سمول بون سكول تيبيلا داتر. وبعد كده عندنا الفود زي الهاند بالظبط عندنا هنا الكاربس والميتاكاربس والفلانجيز هيبقى عندنا في تارسس وميتاتارسس وفلانجيز. ده فكره مبسطه سريعه عن البونز نتكلم عن بعض الحاجات اللي فيها. ده اللي هو بيبي جاتس اللي هو تو هيب بونز ارتكيوليتنج مع الساكرم. الساكرم ده عظمه كبيره بيبقى فيرتبرا أربعة سكرة فيرتبرا فيوجن مع بعض يعني الفيرتبرا بتاعت البولي كلها كل فيرتبرا لوحدها سيبريت. عندنا في سبعة سيرفايكال و12 ثراستيك وخمسة لمبر. الساكرة عندنا في خمسة سكرة فيرتبرا بس فيوجن مع بعضهم عشان يدوني بون اسمه الساكرة. سيز كولد ذا ساكرة هتلاقي فيه خمسة فيرتبرا فيوجن مع بعضهم اللي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فيوجن مع بعضهم. الاثنين ده الساكرة وعندنا فيه ده البول ده اسمه هيب بون واحد رايت واحد ليفت. في منهم مفاصل بتتعمل طبعا انت ما فيش حد مفاصل افر ليف لكن هديكم فكره بسيطه. خلينا في مفصل هنا اسمه ساكرو الياك جوين بين كل هيب بون والسكرم في النص فالسكرم ارتيكوليت مع الاثنين مع الهيب بون اليمين يعمل الرايت ساكرو الياك جوين ومع الهيب بون الشمال يعمل الليفت ساكرو الياك جوين. يعني السكرم في النص ماشي يبقى هنا في رايت هيب بون يبقى هنا في جوين دوت اسمه ايه؟ ساكرو الياك جوين ده اليمين والناحيه اللي هنا مش كاتب عليه الليفت ساكرو الياك جوين. التو هيب بونز ارتكوليت مع بعضهم انتيرلي في مفصل اسمه سيمبس بيوبس اللي هو بيبوك سيمبس او سيمبس بيوبس انتيرلي اللي هو عند مفصل الارتفاق العاني اللي هو عند العانة هنا اللي هما التو هيب بونز. يبقى التو هيب بونز مع بعضهم انتيرلي فيوز مع بعضهم في مفصل اسمه سيمبس بيوبس الاثنين من ورا مفصولين بالايه؟ بالسكرم ارتكوليت معاه على كل ناحيه في جوينت اسمه ايه؟ ساكرو اليا جوينت. ساكرو من السكرم واليا ده اسمه اليام اللي هو الجزء الكبير من الهيب بون بنسميه ساكرو اليام جوينت. والكلام ده هتكون تفصيل في بعد ان شاء الله. ده صورة الهيب بون. الهيب بون وده في طفل صغير او في واحد عنده يعني 18 او 20 سنة. الهيب بون بيتكون من ثلاثة بونز فيوزن مع بعضهم يبقوا موجودين سيبريت لغايه سن الاطفال 18 سنه 8 سنين بعد كده يحصل لهم فيوزن مع بعضهم. لو لاحظت هنا ادي البون اللي فوق ده اسمه اليام والبون اللي تحت انتيري اسمه بيوبس والبون ده اسمه اسكيام. عندنا في اليام وهنا في بيوبس وهنا في اسكيام. يبقى في الهيب بون يبقى 3 بون فيوزن مع بعضهم فيوزن مع بعضهم واحد اباف اسمه اليام اسمه ايه؟ اليام ذيس از ذا اليام. وبعدين اتنين تحت واحد انتيريور ده انتيريور اسمه جوبس واحد بوستيريور اسمه اسكيم. شايفينهم؟ الثلاثه فيوت مع بعضهم في بون هنا اسمه استابيلا الحته دي اسمها استابيلا. حتى هنا في ايه؟ بيبقى ده مكان بيبين فيه فيوزز اس 16 سنه يعني هما بيبقى كل بون لوحدها الاليا لوحديه والبيوبس لوحديه والاسكيم لكن الثلاثه فيوز في سن 16 سنه في منطقه الاستابيلا اللي هيبقى عندها الهيد والفيمر تعمل المفصل اللي هنا اللي بنسميه الهيب جوين اللي بيوازي فوق الشولدر جوين. وبرضك هناخده بالتفصيل في وقت ان شاء الله. ده اكبر مقطع بتغيرات كبيره هنسيب الجزء ده محتاجينه دلوقتي والجزء الاول هنا ونفس الجزء الاول ونفس الجزء ده. وده اسمه مزافوت يبقى كده خدنا فكره عن الجزء ده هنخش الجزء اللي بعديه وهنلاقي معجود فيه كل جزء البول بتاعته موجوده لكن محتاجين نتكلم عنها. نيجي نمسك اول منطقه بقى من الايه؟ من طبعا البلبك او البلبك جاتس ده هيدرس في البلبس بعدين مع الابدون بعدين في اخر كورس في اخر العام. فاحنا كده بدنا نتكلم عن اللور ليمب بيور اللي هو هنبتدي بالساي نتكلم عن الساي. احنا في الابر ليمب اتكلمنا عن الشولدر ريجن مقابل ليه هنا البلبك ريجن هنا. البلبس ده جزء لوحده بيدرس لوحده سيبر لوحده للاخر فمش هنقوله فنبتدي هنا من الساي اللي هو بيقابل فوق الايه؟ الارض. معايا؟ يبقى هنتكلم عن الساي
وبعد كده نتكلم عن الهيك وبعد كده نتكلم عن الفوت البونز والمسلز والنيرفز والجوينتس والانجن زي ما خدنا في الابر ليبر معايا. فهنا هنبتدي بالساي. اول حاجه في الساي قابلنا هنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا لو خدنا اي جزء في الجسم عندنا فيه سكن وتحت منه في ايه؟ ده اللي شفته معايا بقى فاشيا بعد كده دي فاشيا يبقى عند الاول في سكن وبعد كده سوبرفيشيا فاشيا وبعد كده عندي ايه؟ ديب فاشيا. في الصاي هنا بلاقي الامور فيها شويه تغيير شويه لو خدنا كروس سكشن او الامتزج موجود ده الاقي ان السكن موجود والديب فاشيا موجوده في الداخل وادي الديب فاشيا في او كده لكن بس بكبر عشان نقدر ايه نتخيل الرسمه اكتر. ادي الديب فاشيا. نيجي بقى للسوبر فيشيا فاشيا. السوبر فيشيا فاشيا في منطقه الساي بتتقسم الى تو لايرز السوبر فيشيا فاشيا في اغلب الليم بيبقى فيها فات سوبر فيشيا فاتي لاير انما هنا السوبرفيشال فاشيا هنا في تو لايرز. لاير خارجيه تبقى عباره عن دهون نسميها ايه؟ ولاير داخليه فوق الديب فاشيا على طول رسمها باللون الاخضر اهي
البول بيبقى قدامه حاجه من اثنين، يا ينزل على اللور لمب يا يطلع للابدومين بعد ما يبقى في السكروزم اللي هو الكيس بتاع الايه بتاع الكيستر ماشي. فالبول لان الديب السوبرفيشال الديب مراسل هنا فيوز مع الديب فاشر ما بيقدرش البول، يعني البول كان موجود هنا في منطقه بعد كده يجي هنا البول يجي هنا ينزل يلاقي الديب فاشر هي ديت ايه تمنعه فيوجن اوف ذا مراسل مع الديب فاشر فيطلع الايه للابدومين ويبقى موجود متجمع تحت الايه في تحت الانتيريور بوندر. الكلام ده سابق الاوان بس جايب لنا السوبرفيشال موجوده حبيت اعلق عليها. يعني بس الناس اللي عايزه تعرفه ان السوبرفيشال فاشيا تو لير، السوبرفيشال فاشيا لير مكمله في كل الصاله. دي الباس لير بتبقى موجوده فقط في الابر وان انش اوف ذا ساي بيلو ذا اكوادا ليجامنت وبعد كده تبقى تنتهي باي فيوجن مع الديب ايه فاشيا. بس عايز اعرف عنها دلوقتي. واضح؟ السوبرفيشال فاشيا زي ما قلنا دايما بيبقى فيها ايه؟ فيها السوبرفيشال ارتريس والفينز والنيرفس والليمفاتكس. فانا دلوقتي هدور على ايه؟ على اللي يهمني الحاجات دي كلها ايه؟ النيرفس اللي هو الليمب بتاعنا واحد ايه؟ اللي هو الليمب بتاعنا كله يقول ايه؟ ماسكرو لما خدنا في الابر ليمب ماسكرو سكريتال سيستم. بنتكلم على البونز وبنتكلم على المسلز والنيرفس ابار. فانا البيسز والبيسز مش هتكلم عنها الا الجزء اللي هحتاجه فقط، انما هنا هتكلم على الانيرفس. ادي اول فين هكلمه هنا كفين، وده فين مهم في الورنم بتكلم عنه ليه؟ هتاخده بعد كده هتكلم بشرح لكن هقوله دلوقتي ليه؟ لان في جزء باثولوجي في المنطقه اللي فوق ديت تحت الجزء الليجمن هو بيبقى انتروديوس فيها لازم اديك فكره عنه فتعرف. وات از اجريسيف نسبين؟ ده فين وريد كبير سوبرفيشال السوبرفيشال فاشيا اوف ذا لور ليمب. يبتدي من عند الفيكتور من الميديال اند اوف ذا فيكتور في دورسال. لو بصيت في ايدك كده خدته في ايديكم هنا كل واحد باصص في ايده هيلاقي فيه خصوصا الجماعه اللي هم سيب هيلاقي فيه حاجه اسمها دورسال بيلاس ارش موجوده هنا في الايه؟ في الدورسال مبتهال زيها موجود تحت. الدورسال بيلاس ارش اللي فوق ديت هنا اللاتر اند بتاعتها تعمل لي السفاليك بين خدناه والميديال اند تعمل لي البازيليك بين خدناه ولا ما خدناهمش؟ ما خدناهمش ما خدناهمش. طيب خلاص خلينا هنا الميديال اند بتاع الدورسال بيلاس ارش تعمل لي حاجه اسمها الجريت سب نازفين. تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ جريت سب نازفين. تعمل لي جريت سب نازفين. يبقى ذيس از ذا بيجيننج اوف ذا جريت سب نازفين. يبقى ذيس ذا دورسال بيلاس ارش موجود على الدورسال اوف ذا فوت. ده صباع كبير يبقى ايه ميديال؟ هنا صباع كبير الايه؟ الصب هنا لاترال في اللور لمب ميديال. معايا؟ دلوقتي بقى المفروض انتم ماشيين مع بعض. فهنا يبقى دي ذا ميديال اسبكت وده لاتر اسبكت يبقى ده اسمه دورسال بيلاس ارش فروم ذا ميديال اند فروم ذا ميديال اند اوف ذا دورسال بيلاس ارش ستارت ذا جريت سب نازفين. ده بيجيب بتاعه تاني يبقى ات بيجنز ات ذا ميديال اند از ا كونتينيويشن اوف ذا ميديال اند اوف ذا دورسال بيلاس ارش اللي موجود ايه؟ على الدورسال مبتدا. طيب مشي في الفوت على الميديال سايد لان هو بدا على الميديال سايد يمشي على الميديال سايد وبعدين يمشي فوق حاجه احنا لما بنتوضا يقول لك ايه الايه القرانيه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الكعب اللي هو الايه؟ مش الكعب اللي بنمشي عليه لكن اللي هو الجزء الفارس ده اسمه ميديال ماليولس. واحد ميديال وواحد لاترال اسمه لاترال ماليولس. دول الكعبين اللي هم في الايه؟ اللي القران ذاكرهم اللي هم في اللغه العربيه الصحيحه مش الكعب اللي ماشي عليه. يبقى هنا دي ذا ميديال ماليولس. يبقى البين اللي جسمه مرتين يمشي انتيريور. الكلام ده مهم. يمشي انتيريور للميديال ماليونس مش ورا منها. معايا؟ انتوا معايا كلكم؟ يمشي انتيريور ليها. يمشي انتيريور وبعد كده يمشي على الميديال سايد اوف ذا ليج اسندنج على الميديال سايد اوف ذا ليج لغايه ما يوصل النيه. يمشي بيهايند ذا ميديال سايد اوف ذا نيه. معايا؟ يمشي بيهايند ميديال سايد اوف ذا نيه. بيطلع بعد كده على السايد. يمشي ابوارس عند ميديالي في الصاد. يمشي ابوارس عند ميديالي في الصاد. تمام. تاني هو الاول موجود فين؟ السوبرفيشال فاشيا ولا الديب فاشيا؟ السوبرفيشال فاشيا. يعني انا لسه رسمه اللي قبل كده قلت لك كونتنتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا. كونتنتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا. نمبر 1 سوبرفيشال نيرفز. نمبر 2 سوبرفيشال ارتريز. نمبر 3 سوبرفيشال فينز. حطيت لك القوسين دي لسه مناسبين. لسه مناسبين موجود فين؟ السوبرفيشال فاشيا اوف ذا سايد. انتوا معايا؟
شباب. وبعد كده اسمه تشيلي جبال الانفلونس هنتكلم عنها بعدين. انا بتكلم عن جسم العصبيه. قلت لونج بين سوبر فيشيال موجود في اللور ليمبك يبتدي من عند الايه البيك تو لغايه الابر اند ذا سايد جاست بيلو ذا انجوينال ليجمنت. ابتدى الميديال اند اوف ذا دوسامينس ارش. مشي على الميديال سايد اوف ذا فود ومشي انتيريور للميديال ماديونس ومشي على الميديال سايد اوف ذا ليج وبعد كده على الميديال سايد اوف ذا ليج بس بيهايند الايه دي مش قدام منها يعني ما جاش قدام هنا عند الباتيلا لا مش من ورا بيهايند الميديال سايد اوف ذا ليج. بعد كده اسند في الصاي مشي هو في السوبرفيشال فاشل ماشي. خد بالك بقى ده سوبرفيشال عايز يخش للداخل ولا يطلع بره على في الشارع يخش للداخل. الدي فاشل اللي في البيان بتاعت الصاي دي لها كاركتر هقولها دلوقتي تيز سترونج فاشل تيز فيري سترونج فاشل سترونج فاشل ده فالسوبر فا الجلسه احنا فين ماشي سوبرفيشال ليها كده جاي من تحت لفوق انتوا معايا وعايز يخش جوه للايه في حاجه في اسمها مورال بين دي هنا انتوا معايا يبقى لازم عايز يعمل ايه بيرسنج بيرسنج الايه الدي فاشل لكن هو ما عملهاش بيرسنج ربنا عمل له فتحه باسم اسمها سافلس اوبنينج هي موجوده فوق هي لكن هوريها لك رسمه ثانيه كده اكثر وضوحا من الاسم يبقى هنا يجي هنا اللي هنا سافلس اوبنينج اللي هي الاوبنينج في الدي فاشل ربنا عاملها مخصوص للجسم الاسبيت عشان يخش للداخل الى يخش ينتهي في الفورة بين اللي هو ديب اللي هو ديب للفشل. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ واضح يا شباب؟ طبعا دي الفيترس انا مش عايزها مش مهمه دلوقتي المهم بس عارف ان في ايه سافنس اوبننج دخل منها ايه وبي الفيترس ديت انا ما تهمنيش دلوقتي هاخدها بعد كده مع الكارن ماسكر لكن بس تهمني الكورس يبقى كريستوفرز بين لونج بين سوبرفيشال بين انت سوبرفيشال فاشيا اوف ذا لور ليم كله يبتدي عند الميديال اند في الظروف الخاصه فيها 12 ويعني يمشي على الميديال سايد اوف ذا فود اسندنج ان فرونت اوف ذا ميديال فاليورز اسند بعد كده على الميديال سايد اوف ذا ليج وبيهايند الميديال سايد اوف ذا ني ويطلع في السايد فوق لغايه بيلو انجوانا ليجامنت بيرس الدي فاشيا اللي هي الفاشيا داتا ثرو السفنس اوبننج تو ان اند ان ذا فيبرال فين اللي هو موجود بيهايند الدي فاشيا. واضح يا شباب؟ ده اللي عايزك تعرفه عنه. ليه؟ لان بعد كده هنتكلم عنه لما الاقي في باثولوجي في المنطقه دي اقول لك هي اسمها سافينا بيركس تقول يعني اسمها بيركس تقول ده حاجه ان لارج من الكريستوف ناسبين تقول لي هو ايه؟ قال لي مش عارف صورك واضح؟ فرق الدروس دي بقى مش مهم دلوقتي ده هناخدها بعدين. سوبرفيشال ايجوانا لينف نودز دي هقولها برضه كده لان هي من الحاجات اللي موجوده الاربع حاجات اللي موجوده في السوبرفيشال فاشيا واحده منهم عندنا في الليمف نودز اللي اول مره نتكلم عنها عباره عن ايه؟ الليمف نودز عباره عن ايه؟ غدد ليمفاويه. وبعد كده ديت بيبقى كونكتد في ليمف بيسز. يعني هنا كملنا شويه كده هنا ادي هنا لور ليمف هنا بعد كده بيبقى هنا هنا في ليمف نود هنا ليمف نود ولا ليمف بتبقى كونكتد درينج الليمف اللي موجود في البودي اللي هو السيركوليشن ما سالتهوش يعني البلاط بيروح ارتيريال للانسجه فور نوتريشن وبعد كده يرجع فينس. الحاجات اللي لها بوتر سايز اكبر من الكابيلاريز ما دخلتش في الكابيلاريز يقوم ربنا يعمل لها اوعيه اكبر اوعيه ليمفاويه ليمفاتيك بيسلز تقوم تشيل الحاجات دي اللي لها لارج بارتكلز اللي ما قدرتش تعدي في الايه؟ في الكابيلاريز والفيديوز. لو ما اتشالتش تعمل ايديما في المكان ده. لك اي واحد عنده اللي هم جماعه بيقولوا لهم حاجه بيقولوا حاجه اسمها الايه؟ اللي هو يعني قولوا معايا ها؟ ايوه قلت اسمه ايه؟ اللي هو زي ده الفيل اللي هو القيموزه اللي هو تلاقي الليمفاتكس مقفوله فبالتالي الفلويد اللي هي بتشيله ما ايه؟ ما رجعش ما اتشالش فتعمل ايديما في مكانها. زي اللي هو ده الفيل وزي حاجات كتيره موجوده في هذا. فهنا الليمف نودز ار كونكتد او بيجي لها من الايه؟ من البودي دريننج اريا يجي لها ليمف بيسلز ليمف بيسلز. ده على سبيل المثال ليمف بيسل. ومثلا لو المنطقه ديت الليمف نود ديت درين المنطقه ديت فبنسميها دريننج اريا
greening area. يعني ايه greening area؟ يعني ما يعني الفلويد مثلا على سبيل المثال اللور ليمب، الفلويد اللي في اللور ليمب اللي البيت ما شلوش يشيلوا الليمف نودز بنسميها سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. وبالتالي لو في انفلاميشن التهاب او انفكشن وفي بكتيريا او فيروس موجوده في اي مكان من الدرينج اريا ديت بيمشي الميكروب في الليمف بيسنت لغايه ما يصل للايه؟ للدرينج ليمف نودز ماشي؟ اللي هو الليمف بيس بيعدي عندها وبيجي عندها عشان تعمل بيوريفيكيشن للبكتيريا وحاجات يقوم هنا الليمف بيسل ده البكتيريا لو مثلا هنا كان في بكتيريا في المنطقه دي في انفكشن هنا عند ايه في الصباع الكبير هنا مثلا مشيت في الليمف بيسل والبكتيريا مش لحد هنا لحد ما جت في الليمف نود وتعمل فيها انفلاميشن وتبقى الليمف نود تبقى كبيره وتبقى تندر مؤلمه للعيان. بمعنى اخر يعني لما يكون عندك ليمف نود في المنطقه دي كده زي هنا كده اللارج كبيره ومؤلمه تندر يعني فدور على اي مكان في اللور ليمب فيه انفكشن ممكن يكون البيج تو صباعك الكبير او اي حته في الفود فيها انفكشن صغير انت بتقص مثلا ايه ضفرك الكبير وبعد كده يعني ايه عورته واصبته وبعد كده ما تحركتوش حصل فيه انفكشن بعد يومين تلاقي حته ايه ملتهبه كده وايه دي ملتهبه ليه تدور عليها ما فيش حاجه ايه سببها؟ سببها ان الايه البكتيريا اتنقلت من الدرينج بتاعتها من الايه بيج تو ومشت في الليمف بيسل لغايه وصلت هنا لايه؟ الى السوبرفيشال جولاني واضح؟ فهنا لما اتكلم هنا عن الليمف نودز اسمها سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز انجوينال لانها في انجوينال ريجن ماشي؟ وسوبرفيشال يعني بعد كده في فيف سوبرفيشال ديت تبقى ايه؟ حاسسها على طول قريبه مني حاسسها تحت الايه؟ في سوبرفيشال مش تحت الجلد على طول ودي اهميتها انها سوبرفيشال لما اقدر الحاجه اللي اقدر احسها بساعدني في تشخيص الحاجه البعيده عني ما بتساعدنيش بجيبها بحاجات ثانيه بقى بجيبها باشعه بجيبها بتصوير بجيبها بحاجات ثانيه انما السوبرفيشال اقدر ايه اشوفها بعينيا او على الاقل احسها بعينيا ماشي فهنا السوبرفيشال انجوينال ليمف نود دي تبقى موجوده في الانجوينال ريجن بيلو احنا عرفنا بقى عرفنا يعني ايه انجوينال ليجمنت قال الانجوينال ليجمنت موجوده بيلو اند بارل او بيلو ذا انجوينال ليجمنت بيلو دي انجوينال ليجمنت اهي بس هنا لقيت في مجموعتين مجموعه بارل ليه وتحت منه اللي يسميها ايه؟ هوريزونتال جروب اسمها ايه؟ هوريزونتال جروب اللي هي ايه؟ دي هوريزونتال جروب هوريزونتال جروب للفلوت بيلو اند بارل زي جوانا ليجم ومجموعه الونج ذا ابر اند الونج ذا ابر اند اوف ذا جريس اللي لسه بتكلم عنه دي اسمها فيرتيكال جروب يبقى اذا تو سبرايز ذا سوبرفيشال جوانا ليجم ار تو جروب هوريزونتال جروب بيلو اند بارل to the medial part of the inguinal ligament. أو بلو أدبار to the inguinal ligament. وبعد كده vertical group along the upper end of the crescent transverse. حد فاهم حاجة؟ جميل لحد كده؟ يبقى superficial inguinal ligament nodes موجودة في superficial fascia. المنطقة دي الانجوينر اسمها inguinal region أو لها اسم ثاني بنسميها جرويد اللي هي الفاصل الايه أو منطقة التقاء الايه الابدومين باللور ليمب. المنطقة دي بنسميها inguinal region أو جرويد. فهنا فيها سوبرفيشال جوانا نيوترونز تو جروب هوريزونتال جروب تحت بلو اند بارلل للجوانا ليجمنت وفيرتيكال جروب الونج ذا ابر اند اوف ذا كريستال بلاستيك. الليمف نودز دي دارين ايه؟ دارين خمس حاجات في البودي. عندنا الفيرتيكال جروب جاي من تحت الدريدز اون ذا لور ليمب كل السوبرفيشال ستراكشرز في اللور ليمب. ولذلك لما تلاقي الفليم اول حاجه تدور عليها شوف اللور ليمب عنده اي اصابه في اللور ليمب هتجد ان في اصابه انفكشن تروما اتخبط في حاجه اتعور في حاجه واهملها وبعد كده حصل فيها انفكشن التهابت فتعمل ايه؟ البكتيريا تنتقل عن طريق الليمف فيسلز تروح السوبرفيشال جوانا ليمف نودز. يبقى البكتيريا جروب ديت البكتيريا جروب ترين اول سوبرفيشال من هنا وهنا بقى ايه؟ قلنا ايه؟ بوست جروب ريسيف افرنت ليمفاتكس اللي هي ده اسمه افرنت ليمفاتك الليمف فيسل ده افرنت اللي هو يعني ايه؟ افرنت اللي هو رايح الايه؟ رايح اللي في ده بنسميه ايه؟ وارد ليها، وارد يعني دوت وارد لهنا مش كده؟ الوارد اللي جاي لك من الخارج ماشي؟ الصدر اللي طالع منك اللي بتصدره البلد بتصدر يبقى ايه؟ ده اسمه افرنت خارج من البلد. انما الايه؟ الافرنت داخل البلد هو الايه؟ الوارد للبلد.
فهنا الافرنت الليمفاتيك زير تيرين خمس حاجات. نمبر 1 كل السوبرفيشال ستراكشرز في اللور ليمب وقلنا ديت ايه في الفيسكال. وبعد كده الريزولت جروب تيرين منطقه ثلاث مناطق اربع مناطق اقول لك على بعضيهم. المنطقه دي هناخدها يمكن المره الجايه او اللي بعديها اسمها جلوتير ريجن تيرين جلوتير ريجن. يبقى لو في انفكشن جلوتير ريجن هتلاقي السوبرفيشال جوده انفلونس تبقى ايه اللارج. تيرين اكسترنال جينيتاليا اعضاء التناسل الخارجيه ايضا في تيرين دي. والانا الكلال اللي هو قناه الشرج قناه الشرج الجزء الاخير منها تيرين في المنطقه دي. فايه المنطقه اللي بقى فيه اللارج انفلونس الحته ديت او مثلا ايه لو في تيومر موجود سرطان موجود في المنطقه المنطقه ديت والاقي الليمف نود اللارجن ادور الليمف نود ديت درين ايه وايه. لو انا مش عارف درين ايه مش عارف ان ايه السرطان ده او الكانسر ده جاي منين إيه؟ ماشي. او لو انفكشن سواء كده او كده. يبقى ديس ار ذا سوبرفيشال جوين اللي في الاونز قلنا تو جروبز فيرتيكال جروب الونج ذا ابر اند اوف ذا جسر نفس فين ان درين اول ذا سوبرفيشال ستراكشرز اوف ذا لور ليمب خاصه باللور ليمب. وبعد كده هورزونتال جروب موجوده بيلو اند بدل الجوين ليجامنت دي درين اربع حاجات ثانيه اللي هو اللور بارت في انتيرو بلونر وول بلوز امبلايكس درينج اكسترنال جينيتاليا درينج اللي هو كولكير ريجن درينج اللور هاف اوف ذا ايرن فينال. يا ترى فاهمين؟ نعم. ايوه ايوه طيب انا ما حبيتش اقولها يعني مثلا قال لي الهورزونتال دي في مجموعه لاترا ومجموعه ميديا بس مش عايز اقول تفاصيلها عشان ايه ما كترش الكلام عليك واضح؟ يعني لما تبقى قد كده شويه ممكن يبقى نقول انت بصيت. قلنا افرنت هو ده اللي مش ده راح نقول ده اسمه افرنت افرنت ماشي افرنت ده كده ده الاسم ده اسمه افرنت اللي جاي من الليمف للليمف اللي هيطلع منها على حاجه ثانيه اسمه افرنت. واضح؟ نيجي بعد كده حاجه مهمه بقى اللي هو سوبرفيشال كوتينس نيرف فاساي واللي تبع الجزء بتاع اللي هو سوبرفيشال سوبرفيشال كوتينس نيرف. احنا خدنا في الابر ليمب ان ماستر النيرفس الابر ليمب سينسوري وموتور منين؟ الكابلكسس قلنا معاه الترابيزيس. فهنا في اللور ليمب هنا الماستر هيبقى فيه تو بلكسس واحده موجوده في الابدومن اللي هنتكلم عنها دلوقتي بسيط مش هتكلم عنها بس ايه هتلاقي اسمها عندك اسمها لامبر بليكسس لامبر بليكسس وواحده موجوده في الفيلم بس تاخدها بعدين هيبقى يطلع منها جزء من اللور نمب سبلاينج اللور نمب هيتقال بعدين. فهنا السوبرفيشال كوتينس نيرفس اللي موجوده في السايد سكس نيرفس موجوده سكس نيرفس ثلاثه منهم يطلعوا من حاجه اسمها لامبر بليكسس موجوده في الابدومن زيها زي بريكيا بليكسس. لا ده الكلام عن التفصيل عنها دلوقتي خالص ان ما عنديش وقت فيها خالص فهنا 3 نيرفز على السوبرفيشال اللي هي كورتينس نيرفز ان فرونت اوف ذا سايد 6 نيرفز 3 اراي لايك ان لابر ريكسس و3 يطلعوا من الفيمورال نيرف اللي موجود في الايه؟ هناخد في الصايب بعد شويه. الثلاثه اللي من لابر ريكسس نمبر 1 واحد اسمه اليو انجوينال نيرف اليو انجوينال نيرف نمبر 2 اسمه فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف جينيتو فيمورال هي التفصيله هي جينيتو فيمورال نيرف نمبر 3 لاترال كوتينس نيرف اوف ذا سايد اعرف اسمهم دلوقتي وكل حاجه نعرفها بعدين. يبقى 3 نيرف 3 سوبرفيشال او كوتينس نيرف ارايز دايركتلي فروم ترابل ريسرش فروم ميديا لاترال نمبر 1 اليو انجوينا نمبر 2 فيمورال برانش اوف جيت فيمورال نمبر 3 لاترال كوتينس نيرف اوف ذا سايد. النيرف دي هديهم شويه تفصيل شويه الاليو انجوينا سبلاينج ذا سكين اوف ذا ابر بارت اوف ذا سايد اللي هو جنب الجينيتاليا حتى اسمه اليو انجوينا يعني سبلاينج سكيم بتاع اكسترنال جينيتاليا والجزء من السايل اللي جنب منه. وبعدين في الميدل هيبقى الجينيتال الفيمورال برانش فيمورال برانش قاعده في النص اوف ذا جينيتال فيمورال نير اسمه جينيتال رايح الجينيتاليا والفيمورال للفيمورال للفيمر. وبعد كده برانش التاني ده مهم اسمه برانش كبير اسمه لاترال كورتينس نير اوف ذا سايل لاترال كورتينس نير اوف ذا سايل. يبقى الصاي هنا عندي هلاقي فيه ثلاثة كوتينس نيرف ادي لاترا كوتينس نيرف اوف ذا سايد ده غير الاثنين دول لاترا وادي هنا في ميديا كوتينس نيرف اوف ذا سايد شايفينهم وادي هنا انترميديا كواحد بس للاسف اثنين انترميديا كوتينس نيرف اوف ذا سايد. يعني عندي في الفرنت اوف ذا سايد هيبقى في 3 نيرف واحد ميديا واحد لاترا وواحد ايه؟
والنص منهم اسمه ايه؟ انترميديال. معايا؟ هكمل تاني رسمه شويه. ادي الميديال، يبقى هنا واحد ميديال اسميه ميديال كونتينيوس نيرف اوف ساين لمنطقه الساين، وواحد لاترال كونتينيوس نيرف ساين، وواحد في النص مقسوم لاثنين زي ما انت شايفه اسمه ايه؟ انتر، مش اللي بين اللاترال والميديال بسميه ايه؟ انترميديت. لما جينا اول محاضره خالص ولا بين اللاترال والميديال هيبقى فيه ايه؟ اللي بنقول اسمه هنا انترميديت، مش كده ولا ايه؟ لا ها؟ انترميديت ولا انترميديت كونتينيوس نيرف ساين. الميديا كونتينيوس نيرف ساين والانترميديت كونتينيوس نيرف ساين، وفي نيرف صغير تحت الهواء في منطقه الباتيلا اسمه انفرا باتيلر برانش. انفرا يعني ايه؟ بعد ما عدى الباتيلا، ماشي؟ بعد ما عدى منها هذه الباتيلا هي الصفونه ديت، بعد ما عدى منها بقى اسمه انفرا باتيلر برانش. ما هو ايه؟ انفرا باتيلر برانش اوف سفنس نير. انت قلت لنا جريس سفنس نير، هو في سفنس نير؟ اه في سفنس نير، بقوله بعد شويه ماشي مع جريس سفنس نير. يبقى تو سمرايز، تو سمرايز سنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فرانت اوف ذا ساي وي هاف 6 نيرف. ثلاثة يطلعوا من الفولار نيرف في الصاعد، وثلاثة يطلعوا مباشرة من اللامبر بريكسس. بتعمل اللامبر بريكسس موجودين في الابر بار، واحد ميديال اسمه اليون جوينال نيرف، واحد في النص اسمه فيمورال برانش او بلاجيت فيمورال نيرف، واحد لاترالي ولا كبير وطويل وليه مسؤول اللي هنتكلم عنه بعد شوية اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا صاعد. الثلاثة اللي طالعين من الفيمورال نيرف، واحد ميديا كوتينيوس نيرف اوف ذا صاعد، واحد انترميديا كوتينيوس نيرف اوف ذا صاعد، وواحد تحت صغير اسمه ايه؟ انفرا باتيلر برانش اوف ذا سفنس نيرف. واضح؟ نعم. هو جايب لورنس هو كمان. اسمع كويس، معناه ان الثلاث الاوانين يطلعوا مباشرة يعني دايركتلي من اللابر بريسس، وده من الفلور نيرف اللي هو من اللابر بريسس بس اندايركتلي. واضح؟ نيجي بعد كده لايه؟ اتكلمنا عن البون كلمة بسيطة، نتكلم عن الديب فاشن. الديب فاشن بتاع سايد من ناحية الديب فاشن بلاقي اسم خاص بيها اسمها فاشيالات. لو خدت كروس سكشن في الفيمر ادي اهوت
femur. One hip هنا في هنا دي سلسلينيا اسفل. هو كده علم عليك الاول اسميه كينيا اسفل. What's the linear aspera? It is the posterior border of the femur. بس posterior border ديت بتبقى الفيمر لما بتكون اهوت بتبقى ديت ايه عباره عن تو ليبس يعني ايه؟ كانها حتتين ادي واحده اهي وادي واحده هنا لكن ناحيه الهيف يبقى الميديال اسميها ميديال ميديال ليب اوف لينيا اسبرا والناحيه الثانيه نسميها ايه؟ لاترال ليب اوف لينيا اسبرا واضح؟ وده هيبقى اللاترال ليب فيها مصر ماسكه فيها والميديال ليب فيها مصر ماسكه فيها بس دلوقتي يبقى عندنا هنا في ايه؟ لينيا اسبرا الكاركتر الثالثه من الدي فاشيا انها تقسم الساي الى 3 كومبارتمنت احنا كنا خلنا الار تتقسم الى كام كومبارتمنت؟ اثنين الهيومرس والميديال انترفاسكولار سيستم واللاترال انترفاسكولار سيستم انتيريور هيبقى عندي فيه بريكاليس وفوق منها البايسبس وكراكو بريكاليس وسيري في ايه؟ ترايسبس مش كده؟ ده في الار هنا في الساي عندنا 3 كومبارتمنت تقسمهم الدي فاشيا ازاي؟ بص معايا ادي الديب فاشيا اللي هي من ايه الاخضر الازرق يطلع منها 3 سبتا ادي هنا هخلي الناحيه دي مثلا الفيديا وخلي الناحيه دي اللاترا بتاعي يطلع منها حاجه اسمها ده هنا اسميه نمبر 1 اسميه ميديا ميديا انت ماسكولا سبتا ميديا انترفاسكولار سيستم طالع من الديب فاشيا على الليبيا اسفل وفي واحد زيه الناحيه الثانيه اسميه ايه؟ والسهم بيبين ان الايه؟ السيستم جاي من تحت من الفاشيا على البول السهم بيبين ان الفاشيا ان الايه؟ السيستم تحت من الفاشيا على البول دي زلزال ناحيه اللاترا يبقى لاترا انتر مصر باختصار سيستم واحد ثالث دون اسميه ايه بقى؟ واحد لاترا ولا ميديا ده انتيريور ولا بوستيريور؟ اقوم اسمي ده ايه بقى بالعادي كده؟ اللي هيقول يبقى فاهم معايا مش هيقول مش فاهم. بوستيريور انتر ماسكولار سيمتر. بوستيريور انتر ماسكولار سيمتر. يبقى الكاركتر الثالثه الخاصيه الثالثه للفاشيا ده اللي هي دي فاشيا اوف ذا سايد ان يطلع منها الجيمز 3 انتر ماسكولار سيمتر. وش ار اتاتش تو ذا لينيا اسفرا which is the posterior border of the thigh. This septa are called, حسب موقعها, medial intermuscular septum, lateral intermuscular septum, posterior intermuscular septum. في النهاية كده بقى عندي. ها؟ هو أربعة؟ لا هو ثلاثة. اللي هو الفاشيا لاترال سايد ليها كم كاركتر؟
لكن كاركتر ثلاثة. الأبر بار إز إيه في الفرد فورم السمنس أوبننج، برجع أتكلم عنها بقى السمنس أوبننج شوية بقى. This is the سمنس أوبننج يا فيل. سمنس أوبننج. أتكلم عنها بقى. أنا قلنا بتكلم عن الأول، أنا قلت دي فاشيا اللي هي سي كاركترز. البرفوريتد أو فورمينج السمنس أوبننج في الأبر إند أوف ذا سبايك. وبعد كده هنا تقسيم 3 6 او هي فيكس 3 6 اثبت لي الايه الصراحه اللي هتديني كومبارتمنتس. الحاجه الثانيه والحاجه الثالثه بت ايه سكت عشان تديني ايه الاوتوماتيك تراك. هتكلم عن كل واحده بشيء بالتفصيل. اول حاجه سفنا سوبرين. وات از سفنا سوبرين؟ عباره عن اوبن اوبننج. اوبن اوبننج يبقى اوبننج فتحه في الديب فاشيا اوف ذا سايد في الابر بارت اوف ذا فاشيا اوف ذا سايد اوبن ان شيب موجودة في لوز انجوينال ليجمنت. في لوز انجوينال ليجمنت هنا هسمع حاجة جديدة، حاجة اسمها بيوكو تيوبركل. شايفينها؟ بيوكو تيوبركل شايفينها وشايفينها؟ ليه بيوكو تيوبركل دي؟ دي عبارة عن جزء من الايه؟ من الهيب بون. من الهيب بون. وادي هنا جزء من بون تاني اسمه انتيريور سوبيريور اليك سباين. انتيريور سوبيريور اليك سباين. يعني دي الانجوينا ليجامنت اللي اتكلمتني عنه. انجوينا ليجامنت اللي هو فاصل الساي او اللور ليمب عن الابدون. مش هو الابدون الانجوينا ليجامنت ده. الانجوينا ليجامنت ده ماسك في ايه؟ ماسك لاترالي في جزء من الهيب بون اسمه انتيريور سوبيريور ايلياك سباين. مش كل مره اكتبها كده او اختصر احط الحروف كلها منها anterior superior iliac spine ASIS. وبعد كده في جزء من الهيب بون هنا من البيوبيك بون اسمه حتى اسمه بيوبيك بون اسمه بيوبيك بيوبيك بيوبيك. دي مهمه قوي ولها اهداف كتير هنتكلم عنها في المرات القادمه كتير. بيوبيك بيوبيك موجوده على الميديال بارت هنا وبنحسها ولها اهميه كبيره وبنفرق بيها انواع من الهرنيا نعرفها بعدين. الانجوانا ليجمنت بتتاتش بتوين في الانتيريور سوبيل هيك سباين تو ذا بيوتيكال. واضح؟ البيوتيكال دي علامه بارزه ومهمه نعرفها لان ليها اهميه كثيره بنعرفها من دلوقتي. هي عباره عن جزء من الهيب بول ماسك فيها اللي هو الانجوانا ليجمنت. ارجع شويه عشان ما نضيعش الوقت اللي احنا اتكلمنا عنها. فعندي الوقت ارجع بقى اسم الزونينج عباره عن اوبن اوبننج. اوبننج اوبن ان شيب بيلو ذا انجوينا ليجامنت. طب عايز اعرض يعني ايه بيلو ذا انجوينا دي عايمه هو الانجوينا ليجامنت كده الناحيه دي ولا الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ خد بالك بقى اتس سنتر برجع بتاعها از 1.5 انش بيلو اند لاترال مش ده الميديان ولا اللاترال بتاعي كده ولا ايه؟ اتس سنتر لايز 1.5 انش حوالي 5 سم او 4 سم بيلو اند لاترال تقدر تقول كده. واضح؟ تاني سفنس اوبننج عباره اول كاركتر من كاركترز بتاعت الديب فاشيا اوف ذا سايد موجوده بيلو ذا انجوانا ليجمنت في الابر بارت اوف ذا سايد از اوبن ان شيب اتس سنتر لايز 1.5 انش بيلو اند لاترال تو ذا بيبوك تو كده. واضح؟ عند واحده يمين واحده شمال كده يا جماعه؟ معايا مش معايا؟ اقول تاني؟ سفنس اوبننج اوبن اوبننج ان في ابر بار اوف ذا ديب فاشيا اوف ذا سايد بيلو ذا انجوينا ليجامنت اتس سنتر از 1.5 انش بيلو اند لاترال تو ذا بيبوك تو كده. تمام كده؟ اتس اوبن ان شيب لها ابر مارجن ولاترال ولور مارجن واضحين والميديا مارجن بتاعتها ايه مش محدده كده هنشوفها في العمل ان شاء الله. اسمها ايه؟ سفنس اوبننج. هنا خلاص بس. سفنس اوبننج ديت ربنا مغطيها بفاشيه خفيفه. فاشيه خفيفه. لما تكون كده عندي حاجه كده بخربها كده ثقوب كده. الثقوب ديت ايه؟ تس ايه؟ سيريبريتد او كريبريتد. عارفين اللي هو بتاع الجماعه الخبازين بتاع الدقيق لما لما الخبز بايه في حاجه اسمها ايه؟ الورمال اللي هو ايه عشان الحاجات الناعمه تنزل تحت والخشن ايه يبقى فوق دي فتحات. فده اللي هو
يبقى شكله كده في ثقوب كده. فهنا ديت بتغطيها فاشيا خفيفه اسمها كريبري فورم. كريبري يعني ايه؟ متخربه زي كده. كريبري فورم فاشيا. يبقى كريبري فورم فاشيا عباره عن سن فاشيا مغطيه الايه؟ السفنس اوبرنج. ماشي؟ عشان بعد ايه؟ بنغطيها دي. طب اتفضل قول لي الفاشيا اللي مغطيها ديت ايه اللي بيخرمها بقى؟ اللي هو اول حاجه قلناها من شويه جاليه السفنس فين؟ جاليه السفنس فين؟ انا هجيب لك سؤال عشان تبقى باين في الليله في هنا الصوره اللي جنبها اهوت. فيس ده جاليه السفنس فين اهوت اللي هو القلب اهوت. فيس ده كريبري فورم فاشيا. اول ما قلتش كده تقول السفنس فين على طول عشان يخش ايه؟ على الفيمورال فين. بص هنا يقول لك استراكشرز باسنج ثرو ذا كريبري فورم فاشيا. ايه كريبري فورم فاشيا؟ فين فاشيا مغطيه السفنس فين؟ ماشي؟ متخرمه بجسم الاسفين، متخرمه بايه؟ اللي هو سوبرفيشال ايجوانال انتروس و عفوا سوبرفيشال او ليمف فيسلز وفيها سوبرفيشال ارتريز معديه منها. تهت فيها كل السفنس فين وخلاص معدي منها جسم الاسفين وطالع الارتريز اللي جايه من الفيمورال فين الديب طالع بره والليمف فيسلز اللي جايه من السوبرفيشال هتخش للدفع عن طريق السفنس. تو سمرايز سفنس اوبننج is an open opening in the upper part of the deep fascia of the side. Its center lies 1.5 inch below anterior cuticle. It's covered by the cribriform fascia. This pierced mainly وتحتها 20 خبطه by the gray saphenous vein من السوبرفيشال الديب زي ما قلت لك شويه بالورقه اللي هو عشان يخش من ايه؟ السوبرفيشال فاشيا ويديه في الفيمورال. واضح كده؟ انا اتكلمت عليها دلوقتي كلمت عن ايه دلوقتي؟ سفنس اوبننج اللي هي اول كاركتر من كاركتر بتاعت ايه دي الفاشيا. انتوا معايا ولا ايه؟ الحاجه الثانيه او الثالثه البودكاست دي اتكلمت عنها او مش هتكلم عنها ثاني. ريسبتر ماسكه في الدي اسبرا تقسم الصاليا سيكو ماركتس انتيريور ميديال اند بوستيريور هنتكلم عنهم بالتفصيل. الكاركتر الثانيه بقى عشان مهمه نتكلم عنها كمان اللي هو الاليوتيبيال تراكت. الاليوتيبيال تراكت ايه دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيكرنج في الديب فاشيا على اللاترال بارت اوف ذا سايد مش في كل الشط الصاد على اللاترال بارت من الهيب بون. الهيب بون اول جزء منه اسمه الاليوم. يعني لو جبت لك هيب بون ممكن اسمه الرؤيه بس ادي هنا الاليوم اوف ذا هيب بون وادي الانتير سوريك الاسبوع اللي كنت كلام شويه ماشي. وبعد كده هنا في المنطقه دي في حاجه اسمها ايليا كريست. ايليا كريست فالايليا دي بتراك ماسكه من الايليا فوق لغايه الني جوينت تحت عشان كده بسميها ايليو ها تيبيا تراك لانها ماسكه في الابر اند اوف ذا تيبيا. في الابر اند اوف ذا تيبيا ايليو تيبيا تراك عباره عن ايه؟ سيكرنج في الديب فاشيا على اللاترال بارت اوف ذا سايد. في اللاترال بارت بتاع الديب فاشيا اسمها اليوتيبيال تراك سكند فاشيا اللي كبيره كده. ايه توقع المعنى بيها ليه؟ ان هي مهمه ليها اهميه بعد كده ان في ماسلز ماسكه فيها عشان تساعد في الاكشن على اللور ليمب. هي بص كده This is the eligible drug. ادي صورة ليها ايه؟ من التيوبركل اوف ذا كريست فوق لغاية تحت ايه؟ ادي الاتشمنت بتاعتها يبقى سكند باند اوف فاشيا لاتا 2 انش وايد اون ذا اذر اسبكت اوف ذا سايد ماسكة فوق في التيوبركل اوف ذا كريست وماسكة تحت في الايه؟ في الني جوينت والكوندايو بتاعتي عشان كده سميناها اليوتيبال دراج. This ايه؟ اليوتيبال دراج وظيفتها ان في عضلتين عاملين انسيرشن فيها، واحده من الامام الانتيرو بوردر والانتيرو بوردر، واحده من الامام اسمها تنسور فاشيا لاتا دي عضله هناخدها بعدين، واحده من الخلف عضله كبيره ورا هنا اسمها جويتس ماكسيمس ماسكه معظمها فين؟ في التنسور فاشيا لاتا. ماسكه معظمها فين؟ في الاليوتيبيال تراك. يبقى الاليوتيبيال تراك عباره عن سكند بارت اوف ذا فاشيا لاتا اوف ذا سايد. على اللاترال اسبكت تمتد من الاليوم او تيوبركل اوف ذا اليا كريست اباف
الكوتا اللي هو الني جوينت واللاتر كونتر الخطيب عشان كده سميناها اليو تيبيا تراك. وظيفتها انه في عضلتين، عضله تمسك فيها من الامام اسمها تيتو فاشيلاتا، وعضله من الخلف اسمها ايه؟ بوليتيوس ماكسيموس. واضح؟ ممكن تبقى انفليم تنتهي من ايه؟ التراك ده، فالعيان يشتكي من الم في الني جوينت تحت اللاتر باب، والم فوق عند الهيب بون زي ما في الصوره اللي جايه. هي بنسميها اليوتيبيال تراك او باند سندروم، اللي هو انفلاميشن في اليوتيبيال تراك تعمل ايه؟ بين في الني جوينت، وممكن كمان يبقى في بين في الهيب. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين ولا بتكلم كلام؟ معلش معلش، كم واحد فاهمني؟ فاهمين كام؟ 50%؟ يبقى كويس، يبقى كده خلصنا على الهيب فاشيا. قلنا ليها تكركس صخره سبرينج اليوتيبيال تراك والسري انتراسكار سيستم. نخش بقى في الحاجات السهله. هنا في مثلث مقلوبه الابس تحت
وادي بيس فوق وادي لاترال كورنر دي لاترال وادي ميديال كورنر خلاص كرس يبقى في نوت رانجل ده موجود في الابر اوف ذا سايد يعني يتبع الانتيريو كومبارتمنت مثلث مقلوب بيس بتاعته فوق معموله بالجوانب ليجمنت احنا عرفناها بقى ادي البيس وبعد كده الايبكس التقاء اللاترال بوردر والميديال بوردر اسمه اوفرلاب فاكرين لما اتكلمنا هنا على الكمبيوتر الفشه فاكرين وقلنا الميديال بوردر بتاعتها في ايه؟ حد فاكر؟ برونيزر تيرز اللاترال بوردر بريكولات ياكس والبيت بتاعته ما كانش فيه جوانب ليجمنت قلت ايه؟ الميجن راين خدته من الايبوكون دايرز اذا كان حد ذاكر في الاجازه اللي ما ذاكرش هيضيع اللي ما ذاكرش ما طلعش الاجازه كويس هيضيع لان احنا الوقت بتاع العيال وبنجري ويجي كم واحد ذاكر المحاضره اللي فاتت اللي ذاكر المحاضره اللي فاتت يرفع ايده لو سمحت بامان اللي ذاكر المحاضره اللي فاتت يرفع ايده طب اللي ذاكرها خايف منه كام ساعه ها؟ اربع ساعات انا توقعت ان مراد ما قاليش عارف خدنا المحاضره وقت يبقى هم مشغولين بيذاكروا المحاضره دي الباقي ما ذاكرهاش ليه؟ صدقوني ما كنتش هتذاكروها هتقروها بسرعه هتضيعوا لو سمحتم استغلوا وقتكم كويس لان ايه الوقت ضيق والمطلوب منا كتير وفي كورس احنا ماشيين فيه مش هنقدر نتاخر ونتخلف عنه واضح يا شباب ولو سمحتم اقروا الحاجات اللي اخدتوها بسرعه عشان ما ايه ما تستبقوش وما تضيعوش وانا هتلاقيكم كده الوقت خلص والكورس خلص ودماغك ابيض ابيض يا واد ما ينفعش الكلام ده لو سمحتم حاولوا تذكروها النهارده هنا الانجوان اللي جابت عامل البيز او ده كده ترانجل وبعد كده ادي لاترال بوردر وميديا البوردر وادي الايبكس والايبكس بتاعته بتلاقيه بتوصل لحاجه اسمها كده اسمها اتاتو كده تعالى نتكلم على البوردر بتاعته بقى الاقي البوردر زي انا اتكلمت عن حاجه اسمها ساتوريوس الاقيها عامله لاترال بوردر نعم ايه دي؟ الترانجل ده عباره عن ايه؟ ترانجل اريا في الابر ارت اوف ذا سايد ايه اللي فيها بقى؟ هقول لك حاجه الباونر بتاعتها في منها مصر وفيها ليجامنتس الفلور بتاعها كله مصر كونتنتس فيها مصر وفيها بيسز كده ماشي فهنا دلوقتي ده عباره عن تعريف في ترانجل دي منطقه فين؟ في الابر ترانجل اريا في الابر سيد اوف ذا فرونت اوف ذا سايد يعني تبع الانتيريو كومبارتمنت واللي هو في فرونت اوف ذا سايد وبعد كده بيبقى كونتينوس بيلو مع كده اسمها الدكتور كنال طيب الترانجل ليه ايه؟ ليه بيس انجوين ليجمنت وليه بعد كده قال هنا الصوره دي ايه؟ ليه لاترال بوردر معموله بالعضله اسمها ايه؟ سارتوريوس سارتوريوس اللي هي العضله ادي اللاترال ودي سارتوريوس هي على لاترال بوردر الميديال بوردر في عضله اسمها ايه؟ الدكتور لونجس اسمها ايه؟ الدكتور لونجس ماشي؟ زي ما كان هنا برونزر تيرس وبيكرانيالس نفس الكلام يبقى هنا سارتوريوس لاترال بوردر والدكتور لونجس ميديال بوردر ماشي خد بالك الادكتور لونجس دي جزء من الاي ترانجل هتبقى الميديا بوردر بتاعتها الميديا ان بتاعتها او الميديا بوردر بتاعتها هي الميديا بوردر اوف ترانجل لان هي عضله داخله في ترانجل انتوا معايا انتوا معايا يبقى الادكتور لونجس لما اجي اقول على الميديا بوردر او اتس فورمد باي ذا ميديا بوردر اوف الادكتور لونجس لان المصل نفسها انكلود داخل ترانجل واضح الفلور اربع عضلات خميسات على راس من ايه من اللاترال ميديال ادي واحده اسمها الياكس الثانيه اسمها سوس ميجر الثالثه اسمها بكتيرياس الرابعه اللي هي الاداتو لوكس الفلور اوف ذا ترانجل هما ترانجل فور ماسلز من اللاترال ميديال الياكس سوس ميجر بكتيرياس اند اداتو لوكس بكلمنا عن البيس ان جوانا ليجامنت الفلور الفور ماسلز لسه قايلهم دلوقتي لاترال بوردر ها قولوا سارتوريوس لاترال بوردر سارتوريوس ميديال بوردر الدكتور لونجس الايبكس الايبكس بتاعته اللي هو ما بقولش انتقاء بقى الايه لاتر والميديال لان العضلتين مش هيلتقوا لكن السارتوريوس مغطيه الدكتور لونجس بقول السارتوريوس اوفر لاب اوفر لاب يعني راكب على الايه الدكتور لونجس يبقى الايبكس از فورم باي اوفر لابنج اوف سارتوريوس على الدكتور لونجس ماشي لحد كده قلنا البيس قلنا مكانه فين ترانجل وبعد كده قلنا البيس بتاعته وقلنا الايبكس بتاعته والتو بوردرز والفلور فاضل لنا في حاجتين الروف بتاعه والكونتنتس بتاعه الروف السكين والسوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا
مش هنتكلم عن تفاصيل عنه. نيجي بقى للكونتنتس بقى مهمه اللي احنا بنتكلم عنه ايه اللي هو الامبورنت لان في ايه كونتنتس مهمه جدا هنتكلم عنها دلوقتي. كونتنتس اوف ذا كيمرا تراينجل الكونتنتس في حاجه اسمها كيمرا شيس في حاجه اسمها اخدوا من الفيديو ده نمبر 1 ادي الاخر الاول رسم ادي الاجوان اللي جنب التهام ادي دي بيرتيكل اللي هي هي اللي هي وادي هنا في ايه انتيريور كيف دي اس اي اس حفظناها اللي هي ايه بقى انتيريور سوبيريور الياك سبايد مش عارف كل مرتب انتيريور سوبيريور سبايد او الاي اس اي اس ماشي. وبعد كده ادي الاجوان اللي جنب يبقى ده سيستم في مور ترانجل ادي السبتوريا سيد الناحيه دي وادي الادات لونجس وديس ادرا كونتنتس. الكونتنتس عباره عن ايه الميديا لاترال نمبر 1 في حاجه اسمها فيمورال شيس فيمورال شيس اسمعوا دلوقتي هكلمك عنه. نمبر 2 فيمورال فين اللي هو الادرع ده فيمورال فين او الاسم هنا على كده. نمبر 3 فيمورال ارت بلاش الكلام الزياده دي كفايه. نمبر 4 فيمورال نير. نمبر 5 ديب اند وايلد فلوز اسمها ايه؟ اما كده هناك اسمها ايه؟ سوبرفيشال جوين فلوز خد بالك لان دي ديب ديب فاشل دي كانت في سوبرفيشال فاشل خدتوا بالكم من الفرق بين ومن ضمن الحاجات اللي بتمشي في الثابنس اوبنز انا مجال الكلام عنها بقى ان هو في ليمفاتكس تبصل من السوبرفيشال اجوانا انفلوتس للديب اجوانا انفلوتس تمشي عن طريق الثابنس اوبنز بيرس الكريبو فيلم فاشل. انتوا معايا يا شباب ولا بكلم نفسي؟ يبقى تو سمرايز كوندنس اوف ذا تيمورال ترانجل اربع حاجات اساسيه او خمسه. نمبر 1 تيمورال شيس. نمبر 2 تيمورال فين. نمبر 3 تيمورال ارتري. نمبر 4 تيمورال نير. نمبر 5 ديب انجوينال انفلوس. نمبر 6 انا قايل لك مش في الرسمه ايه انساها دلوقتي. نمبر 6 اللي هي ايه؟ شيل البراش او تيمورال براش او تيمورال نير. ده مش مهم بس كفايه تعرف دلوقتي. اقول لك تاني الخمسه كونتنتس اوف ذا تيمورال ايه تراينجل ودي برافو عليك. واضح كده يا شباب؟ ممكن نصحى مع بعض. نتكلم بقى عن الفيمورال شيس وصحصحوا معايا. واحنا كنا لسه قايلين صحصحوا معايا. كلمة شيس اللي هو عبارة احنا خدنا سنوبر شيس في الهند هنا لكن ده شيس تاني عبارة عن ايه؟ اللي هو فايبرس تيشو او جزء من الديب فاشا يلف حوالين دايما هتلاقي البلاد فيسلز بالذات البلاد فيسلز يبقى حواليها اللي هو فاشيا مغطيه. البيت انا عندي الكومر بيت ميديا ولا لاتر بالنسبه للعصبي؟ ميديا انا عامل زي الرسمه عندك دي ادي الكومر بيت اللي ميديا والعصبي لاتر جايين من تحت الجوانا ليجمنت. الجوانا ليجمنت ده اللي بيفصل بين الايه؟ بين الابدون والايه واللور ليمب وهم فوق في الابدون كان لهم اسم تاني لما نزلوا اللور ليمب بقى اسمهم الفيمورال ارتر وفيمورال فين. ده مش ما يهمنيش الكلام ده انما البيت زي هي معديه تحت الجوانا ليجمنت بيبقى متغطيه من الامام الامام بالنسبه لك هو متغطيه من الامام بفاشيا تمام ومتغطيه من الخلف بفاشيا الاثنين دلوقتي يعملوا مع بعضيهم يلتحموا تحت الايه؟ في لازم يعملوا الاول يعملوا الفيمورشيس يبقى الفيمورشيس عباره عن ايه؟ فاشيال انفلوب سراوندنج ذا ابر بارت اوف ذا فيمورال فيسلز الارت والفين نوت ذا فيمورال نير فيمورال شيس لاحظ هنا كده ايه؟ سراوند الايه؟ الارت والفين فقط النير بره اللعبه انتوا معايا بص في الرسمه وافهمني يبقى الفيمورال نير خارج الفيمورال شيس انما الفيمورال شيس سراوندنج الارت والفين فقط النير بره. طيب الانتيريور وول ده عباره عن ايه؟ هنا دي الابدومن اسمها ده اسمه الانتيريور ابدومنال وول ده بتاع الغرفه الامامي ماشي؟ واللي ورا اسمه ايه؟ بوستيريور ابدومنال وول معايا؟ لو حاجه كده طلعتها قبل اللي معلش باخد الحته ده كده يبقى هنا ادي يبقى الانتيريور بدون الوول عندنا كلنا تخيل ده ايه دي اللي دي ده بقى ايه انا كده بالجنب كده لاترال فيو ده الانتيريور بدون الوول وده بوستيريور بدون الوول معايا كده ادي الانتيريور بدون الوول ده بوستيريور بدون الوول الانتيريور بدون الوول متبطل بفاشيا ماشي والبوستيريور بدون الوول متغطي بفاشيا انت قلت بطل الوقت ده لما بطل من الداخل ولما بغطي من الخارج يعني هنا بحط هنا البطاله دي يبقى سميها البطاله انا من بره كفر فهمت الفرق بين الاثنين يبقى نتيجه بتندر وول لايند باي فاشن
ابن الرول is covered by fascia. الفاشيا بتاعت ابن الرول اسمها العضله اللي فوق منها اسمها ترانسفيرس ادونس. فالفاشيا اسمها فاشيا ترانسفيرسالس. معايا؟ تقدر نقول عباره عن مصلس. المصلس الداخليه منهم اسمها ترانسفيرس ادونس. فالفاشيا اللي مبطناها هتبقى اسمها فاشيا ترانسفيرسالس. وفي ابتدى نقول في حاجه اسمها الياكس مصر. في فاشيا اسمها فاشيا الياكس. هجيب لك الرسمه اللي هي اللي هو لاتر بيو توريك الكلام ده عشان تقدر تفهم معايا. يبقى هنا ادي هنا لاتر بيو بتلاقي ابتدى نقول ده انتيرو ده بوستيريو. هتلاقي هنا ايه؟ انتيرو ابتدى نقول مصر. ادي واحد اثنين ثلاثه اللي بتتخن دي اسمها ترانسفيرس ابيونس. مبطنه فاشيا اسمها فاشيا ترانسفيرسالس. وصلت المسبب الرول على عضله اسمها الياكس مصر. البطيخ اسمها فاشيا الياكس باسمها فاشيا الياكس. خلاص الفاشيا الترانسفيرسالس تعمل الانتيجر وول اوف ذا فيورال شيز قدام بلاد بيسلز. تعمل الانتيجر وول اوف ذا فيورال شيز قدام الارتري في. والفاشيا الياكس تعمل البوستيريور وول اوف ذا فيورال شيز. وصلت؟ وسمرايز The femoral sheath is a fascial envelope surrounding the upper part of the femoral vessels artery vein while they pass behind the inguinal ligament into the upper part of the thigh. The anterior wall is formed by the fascia transversalis of the anterior femoral wall. The posterior wall of the sheath is formed by the fascia iliacus of the posterior abdominal wall. واضح؟ كل اثنين وصلت؟ طيب الفاشيه والفاشيه دي تحت سايبين كده لا مش سايبين كده يبقى طولهم حوالي 2 انشز تقريبا او 2 1/2 انشز وبعد كده يجوا في اللور بار يبقوا فيوز مع بعضيهم. ومع ايه تاني؟ البلاد بيسلز هتاخد في البلاد بيسلز في الاستراكشر بتاع البيسلز. البلاد بيسلز ايه؟ ما اعرفش خدتها ولا ما خدتهاش. خدت الاستراكشر في الارتر ولا ما خدتوش الهيستولوجي؟ هيستولوجي احنا ايه؟ دايما الناس هو عليها العلم الاكبر. فانا كنت كان في محاضره امبريولوجي عند الدكتوره في الايه؟ الاول بقى الحاجه اذكرها اقول لهم ايه ولسه ما خدتش الازمه. لما ياخد ازمه الحاجه اقدر اقول لهم هيستولوجي. لما يعرف مثلا يعني ايه ارتري في الازمه اقدر اقول عليه هيستولوجي. فاحنا لازم نلاقي اول حاجه نجد لها مقارنه الازمه من الاول. هنا لو خدنا شريان شريان ارضي وخدت بروسيجن بتكون من 3 لايرز. ادي اليومن بتاع الارض. ادي ايه؟ الكويس بتاعه. في لاير داخليه اسمها انتيما. اسمها ايه؟ انتيما. ومش درس مختلف جوه دي. وادي لاير في النص اسمها ايه؟ ميديا. اسمها ميديا. دي عباره عن بلاد بيس عن ايه؟ وفي لير خارجية فايبر ستيشن اسمها ادفنتيشيا. دي الكلام اللي حكى لك اسمها كده انا بالي بقى. يبقى بلاد بيسلز الكبيرة بالذات ليها 3 الهول بتاعها 3 لير من الخارج للداخل ادفنتيشيا فايبر ستيشن البيت اللي هي سكة مصر تشرس مفاصل فايبرز تخلي الشريان ينقبض وينبسط وبعد كده اللي هي الداخلية انتما. أنا ما يهمنيش دلوقتي غير الأدمتيشيا. الأدمتيشيا دي الطبقة الخارجية. ليه أنا قلت الكلام ده؟ لأن عندي هنا اللي هو الفيورال شيس بينتهي باي فيوجن اوف اتس وولز اللي هي الفاشيا ترانسفيرسالس والأنتيري والفاشيا الياكس بوستيري مع الاوتر لاير بتاعت البين والارض اللي هي الادفنتيشيا. يبقى هو ينتهي باي فيوجن ويز ذا ادفنتيشيا اوف ذا فيورال فيسلز. وصلت يا جماعه؟ فلما في قد ايه عشان اجيب الجمله دي؟ يبقى لما هنا الجمله دي كده ايه؟ اللي هو يبقى هنا دي اللي هو الفيمورال شيز اه موجود هنا. طيب قبل ما اقول كده يبقى الفيمورال شيس عباره عن اللي هو داون وارد بروتروجن
للفاشيا طبعا كابتن وول فاشيا ترانسفيرسالس تمن انتيريور وول وفاشيا ليك تمن الايه البوستيريور وول. وبعد كده الفيمورال شيز دوت سراوندنج الابر بارت اوف ذا فيمورال بيسز الارتر والفين دول زانير. الفيمورال شيز كمان في كومبارتمنتس يعني هو كده الفيمورال شيز اوبن ان شيب كده ولا لو كان ميديان ولا لاترال فهو من اسفل كومبارتمنتس باي تو سيبتا ادي سيبتا محاور وادي سيبتا تاني فبقى عندي 3 كومبارتمنتس واحد ميديان واحد انترميديان وواحد لاترال معايا؟ معايا؟ قال الشيس اهو وقسموا لسيو كومبارتمنتس من الاتيلو وصلنا بقى فكاشه هنا بقى في لاترال وفي انترميديان وانترميديان ماشي؟ اللي هي الرسمه دي معايا؟ قلنا في مرة كنال ما نلخبطش الدنيا بعضيها ماشي يا شباب. في فيمورال ترينجل كبير بمعنى صحته فيمورال شيس اللي هو جزء منه سراوندنج الابر بارت على فيمورال بيسلس ارتر وفين. وبعد كده فيمورال كنال بالميديال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيس معايا؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ يعني انا اصلا قلت ايه القاعه دي كلها وبعدين جيت اخدت الحائط اللي هي كده وخدت المربع ده كده القاعه كلها بس في فيمورال ترانجل الحائط ده مثلا بس في فيمورال شيس الجزء ده مثلا تكون باكت هو ميديال كومبارتمنت او اي كومبارتمنت معايا يا شباب. الفيمورال ميديال كومبارتمنت اسمه فيمورال كانال الانترميديات اسمه فيمورال ايه الانترميديات اللي هو ايه فيمورال فين في فيمورال فين اللاترال في فيمورال ارض ومعاه برانش اسمه فيمورال برانش بتاع جيت فور نيرف مش مهم تعرفه دلوقتي عرفته اوكي فيمورال نيرف بره الشيء زي ما اتفقنا خالص معايا بس عشان اوصل من الاول بعد كده اسالني. يبقى الميديال كومبارتمنت اسمه ايه؟ فيمورال كانال وهو اكثر كومبارتمنت فيهم. خد بالك معايا اقرا الجمله اللي تحت بقى اقراها مع بعض كده بقى. ذا شيز فيوز انفيريوري اللي هي شرحتها بتاع الانتشيا دي. ذا شيز فيوز انفيريوري وذ ذا تينيكا انفنتيشيا. مش قلتها ورسبتها بعد كده عرفت حضرتك تقول ايه؟ لكن بس منها الحمد لله. ذا شيز فيوز انفيريوري وذ ذا تينيكا انفنتيشيا اوف ذا فيمورال بلاد بيسلز. ماشي؟ بس ميديا هنا مفيش بلاد فيسل يبقى هتلاقي الشيس الانتيرور والبوستيرور وول فيوز مع بعضهم تحت هتبقى المنطقه دي سترونج ولا ويك؟ ويك ويك لان حتى بيقول ان هي ما فيهاش فيوجن كمان دور فيوجن كمان انما هنا لانها بس مع الباب مع الايه الدنيشا فسترونج مفروض لكن هنا هتلاقي هنا ايه؟ ضعيفه بقى ان جوه الكلام الدوم ادرا بيتبوظ الاسمنت لان هنا مفيش ماسكه في ايه؟ في البيس الصغيره مش ماسكه فيها كمان تبقى ويك سو ذيس ايه؟ بوتنشال ويك اريا لو صح عايز اوصلك على حاجه قلت لك ده ايه؟ ده ايه؟ في النهايه على وفاه ايه؟ ان في جزء من الابدومن يند الفستايا اللي في هيرنيا اللي هو الفك بتاع الفك العربي ده اللي عايز اوصله كله من الفيلم ده كله ده اللي عايز اوصله من الموضوع عمال اقول لك ما تقدرش اوصل لك الكلام فهنا الفرع الكلام هو عباره عن ايه؟ نعرف بقى كده is the medial compartment of the femoral sheath. تمام؟ medial compartment of the femoral sheath. في ايه؟ لا في لا ارتر ولا في فين؟ اللاتر كومبارتمنت في الفيمورال ارتر. والميدال كومبارتمنت او الميدال كومبارتمنت في الفيمورال ايه؟ فين؟ ده الميدال كومبارتمنت لا في لا ارتر ولا فين؟ محور في ليمف نود اسمها ليمف نود الراجل وصفها اسمه ايه؟ بلوكيت. ليمف نود موجوده فيها ومعاها شويه ايه؟ فايبر تيشو فتعتبر ايه؟ مكان ويك اريا. ويك اريا. لما واحد بيكح او عنده كونستيبيشن كل شويه عامل او واحد شيال كل شويه يشيل حاجات تقيله وكلام من ده يبقى عنده فرصه الابدون عماله تتخانق مع بعضيها بتدرها اي فتحه تطلع منها يبقى هتطلع من وجه الريال تنزل للايه للساي تعمل حاجه اسمها الفيبرال هيرنيا اللي هو الفك الايه الموجوده في الايه في الساي اللي هنتكلم عنه يمكن المحاضره الجايه معايا يا شباب واضح لحد كده يبقى الفيبرال كانال عايز اركز لك عليها الفيبرال كانال the medial compartment of the femoral sheath. It lies medial to the femoral vein. It contains
is the shortest of the compartments. It contains one lymph node, lymph node flukey. وبعدين reuse inferiorly by I will not adhere inferiorly مع الـ مع الـ walls مع small blood vessels so it's intentional weak area. طيب خد بالك بقى لسه ما خلصناهاش. الفور كانال دي الابر اند بتاعتها اللي هي في كل ده هي اسمها فور كانال دي لا انا لسه هكلمك. الابر اند بتاعتها اسمها فيبرال رين. الابر اند بتاعتها يعني هي دي كلها اسمها فور كانال. ممكن نسمع عليها اسمها دي كلها فور كانال. اجيب لك الصوره الثانيه. الابر اند بتاعتها اسمها فيبرال رين. اهي بص كده هنا الرسمه اللي في النص كده ادي الفور كانال اهي ادي البيس بتاعتها وادي الليف نود اهي وادي الابر اند بتاعتها عند البيس اسمها ايه فيبرال اي رينج. ادي البيس بتاعتها دي الايبكس انت معايا يعني الرسم ده كان بره ادي الايبكس اهو ده وادي البيس. سو ان سي بيس از كول تيمورال رينج اوبن يعني البيس بتاع الفيبرال كانال فاتحه على الابدومينال كافيتي فاتحه على الابدومين انتوا معايا يا شباب ومقفوله فقط بشويه ايه يعني قلنا كوندنسيشن اوف فايبرس تيشو يعني شويه ايه نسيب ليه في كده اي كلام يعني لو في انتس نادره كده هتشوف انت لو في عضله هنا ولا حاجه حشه. يبقى الفيورا كانال الخاصه تاني في ذا ميديال كومبارتمنت اوف ذا فيورا شيس في ذا شورتست كومبارتمنت ات كونتينز ليمف نود اللي هو ليمف نود اوكي وفيها صم ايه اللي هو ليمف بيسلز وفايبرس تيشو. It is a weak area because there is no fusion to it with the adventitia of the walls of the vessels. وبعدين اس ابر اس بيس اللي هي ناحيه الابر اللي فوق تحت الجوان ريجمنت از اوبند اون ذا ابدومينال كافيتي وسط الكافيتي سكول ذا فيمورال رينج. معايا لحد كده؟ ركز معايا على الفيمورال رينج ما دام الفيمورال رينج دي مهمه وفتحه فوق الابدومين يبقى لازم اركز عليها. ادور على حدودها ايه؟ عشان لما تعدي منها هيرنيا تعدي منها يعني حته من الانتستين تعدي منها وتنزل السايد يبقى عارف الهيرنيا ديت ايه حدودها؟ عشان لما يجي الجراح يشعل هنا اقول له خد بالك ايه الحاجات اللي حواليك ما يشتغلش كده بلايند اعمى كده ويقطع الدنيا وهو مش فاهم حاجه. مرة زمان زمان قبل ما ادخل فيلم يعني مثلا في سنه كام كده اواخر السبعينات من القرن الماضي كنت في عالم الظاهر وكنت اسمع ان كان في واحد كنت في البكالوريوس طب او في الانترنشيب الامتياز وكده او بعدها في شهر اتخرجنا كنت اسمع ان في واحد بيشتغل نايب جراحه نايب يعني اللي هو بعد الامتياز يعني يقول لسه برضك مش فاهم حاجه يعني بقول لك انا بقطع واحد العيان ومش عارف انا بقطع ايه الله يخرب بيتك مش فاهم حاجه بتقطع في العيان دي انت مش فاهم وانت جاي بتقطع في ايه بس مش قطع وانت خدت رخصه وتقطع بيها في الناس. كان عندنا استاذ بتاع فضل الجمال الله يرحمه كان يقول لك ايه ويل للمريض من جهل الطبيب ويل للمريض من جهل الطبيب بس انت خدت طبيب بقى معاك رخصه المرضى يجوا لك ولو انت مثلا جراح وتعمل ما هتهتم لما مثلا واحد مهندس مش هيقدر يفتح عياده ولا حد ولا هيروح عيان انت بقى معاك رخصه بكده لازم تبقى عندك ايه تبقى امين انك تشتغل مع الناس يعني في الناس يا تبعد عنهم تروح شغله ثانيه او تنتظر لحد ما تتعلم كويس اذا ما كانش واحد فاهم الالجوريزم بتاع الحاجه كويس زي على سبيل المثال في واحده بس نعم اتفضل كان واحد راح له طفل برضك الطفل ما بقى له فتره ما تداومش يوم او يومين او ثلاثه وبعد كده راح للدكتور فواحد لسه متخرج جديد برضك مستعجل عايز فلوس وكلام من ده ومش فاهم حاجه فحط ايده على كده قال له لا انت عندك ورم في بطنك اتصل بتاع الاسيتي وخطر وكده وبعد ايه راح فتح وشايل ورم تمام العيال بعد ما اتفرج على العيال الكلام ده تمام بلاش الحمد لله كويس ينتظر يومين ان ايه ان الطفل دوت على 10 سنه انه يتبول مفيش بول هو عمل ايه طيب الجاي ده؟ شايل المثانه. والاهل المريض قالوا احنا مش هنسيبك الا لما نشيل المثانه بتاعتك زي ما عملت من هنا كده. فويل للمريض من جاي الطبيب. فالعلاج مهم جدا. خصوصا اللي هيشتغلوا جراحات بعد كده هو الكل بس خصوصا الجراحات. فنرجع احنا بقى للفيمورا رينج يا جماعه. هو وقتكم شويه هوا. فيمورا رينج. ويل ويل للمريض من جاي الطبيب. وايلو من فريق مكانه كيف رأيك بقى ده كروس سيكشن كده أنا باخد بصاي أنا جايب الصورة دي عايز الصورة دي بص معايا ده الفيمورال فينا تمام ده الفيمورال أرتري مش مهم الجاب بس ده الفيمورال فين ده الإنجوانا ليجامنت تمام شايفينه
متخيل معايا؟ يعني ده الابر بارت اوف ذا ثايك، انا دلوقتي هدور على بروتين اللي فيه فيمر رينج موصله فوق الابدن، كل حدودها لو سمحت. فهنا لاترال ليها كان في مرة رينج، مش مرة قبل كده اللي هو اعتبر الكومبارتمنت مش محتاجه فلسفه دي. قدام منها الجوينال ليجامنت، ورا منها في ليجامنت تاني اسمه بيكتينيال ليجامنت، في حاجه اسمها بيكتينياس وعامله ليجامنت اسمه بيكتينيال ليجامنت، او جزء من الجوانا ليجامنت اسمه بيكتينيال ليجامنت، وفي كتب بيقول لك الايه؟ خليها تبع حته. وبعد كده في ليجامنت ميديال ليها ترانجولر شيب، ده اسم جديد بقى اسمه لاكينر ليجامنت، شايفين دوت؟ لاكينر ليجامنت، انا هرسمها لك عشان تتخيلها معايا. لاكينر ليجامنت. باوندريس اوف ذا فيمر رينج مهمه جدا. لان هو عشان ما يجيبوش يرجع يبقى الجراح هو بيشتغل في المنطقه دي يبقى عارف هو هيعمل ايه وهيخيط ايه وما يديش ايه. ادي هنا عشان كده التدخل بتاعها العلاج بتاعها لازم ايه؟ جراحي سيرجيكال تريتمنت
او سيرجيكال انترفنشن ضروري للفور هيرنيا اللي كان عنها بعد. ادي الفور رينج اهميتها وان هي الابر اند اوف ذا فور كانال ليها فوق كونكتنج الايه اللور ليم او الفور كانال تحت بالابدومن كان جيب باسج تو هيرنيا. وبعد كده ليها فور باوندرز انتيريور جلوبال ليجامنت وستيريور جلوبال ليجامنت لاترال فور ليج ميديال ميديالي لكن ليجامنت وتشيكان استرانجوليت ذلك اوف هيرنيا اللي هو استرانجوليت انتستين ويعمل ايه غرغرينا. عشان كده العلاج بتاعها لازم يكون ايه تدخل جراحي لازم. ماشي يا شباب. فالفور رينج ديت هل لها فايده؟ اه ربنا قال لها فايده اللي هي ادفانتج وديس ادفانتج. دي ديس ادفانتج ممكن تعمل هيرنيا. مش كل الناس احنا كنا عندنا فور رينج ما عندناش كلنا هيرنيا لكن تبقى ايه؟ تكون واسع عندهم يبقى الوسط ويك ويبقى عنده الانتستين عنده فيها مشاكل بالسمار وفي ضغط في البطن كتير يا اما نتيجه كرونيك كاف يكح عنده كحه مزمنه يا رجال يا اما كونكستيبيشن عنده ايه انسداد مزمن. ماشي الحاجات دي كلها اي حاجه واحد بس شغال عنده طول النهار عمال يشيل ويسترينج وعمال ايه يرفع حاجات على كتفه فالحاجات دي كلها اللي بتزود الدور بريشر يدي فرصه يمشي ايه ان في جزء من الانتستين يخش في المكان ده فيعمل هيرب. ده ديس ادفانتج. طب ليها ادفانتج؟ عليها ادفانتج جنبها هنا الفور فين مش كده؟ الفور فين دوت اثناء الايه؟ البسط اكسرسايز الفينس تيتان من اللور اللي بيزيد زي اي جسم جزء من الجسم. فالفين ده هنا حواليه لاترال هنا كان في ايه؟ جنبه هنا في لاترال في ايه؟ فور ارك. طب الفين ده مثلا ايه؟ هو في الحاله العاديه كده والدم فيه ماشي كده قد كده بس وبعد كده مع الفين مع ايه؟ اكسرسايز الدم فيه كتر بقى كبير كده. طيب ليه؟ هيضغط على الارضي ولا ربنا عامل له فتحه الارضي اقوى منه؟ الارضي اقوى من الفين مش كده؟ مش قادر يضغط عليه. ثم ربنا عامل له مكان يحصل له فيه دايليتيشن اللي هي الفور ايه؟ الفور رينج. فده ادفانتج ان هي عامله زي ديد سبيس الاو اكستنشن او دايليتيشن اوف ذا فور فين ديورنج انكريزد بين السيتين من الور رينج اثناء اكسرسايز. دي الوظيفه بتاعتها اللي ربنا خليها عشانها. لكن ليها ديس ادفانتج ان ممكن تعمل ايه؟ فور رينج. لكن حتى الجزء الصعب هنقول بقى عشان مصر تقول لي ومسيرش اللي مصر يعرفش ان مصر تقصى لا حفظنا عمير مصر تقول لي الخطوة صعب وان هي سارتونيا والبادري سارتونيا لانه في شوية كده؟ اللي هم قديروا في الضربة طيب ومعاهم كمان اللي يشوفها اول حاجه سارتوريوس مش بقى الجهاز السهل بقى ماشي حالك هم اللي فات يمتوه او بيمتوا رب تفهم منه الجهاز اللي فات نيجي هنا ليه السارتوريوس مصر كلمتين كلمتين وبس هم كلمتين وبس ادي مصر اهي سارتوريوس بقول لك اسمها جاي منين خليكم معايا بقى نخلص مصر عبارة عن لونج ستراب مصر بس كمان فوق من الهيب بون الروجي بتاعها من عند المنطقتين اي اس واي اس حفظناها انتيريور سوبيريك سباين اهي ماشي ده الروجي بتاعها الاستنشن وصل الابر اند اوف ذا تيبيا ادي التيبيا هي وادي الاستنشن اوف سارتوريوس مصر ماشي يبقى الروجي بتاعها انتيريور هو عربي حتى ها اي اس واي اس شوف مش هقول لك انتيريور سوبيريك سباين اي اس واي اس الانسيشن ابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا. النيرفس ابلاي قلنا كلهم اديله كلها سبلاي بالايه؟ بالنيرف القاعده العامه بتاعتنا احفظ القاعده العامه زي ما قلنا هنا كل ورا مثلا ايه؟ وصيه تلوس اسنان ما عدا 127 في الميديال نيرف فانت حفظت القاعده كلها الهد كلها بالايه؟ قلنا النيرف ما عدا خمسه السيلر والاثنين الفريكنس ده كانوا كلهم بالميديال نيرف فهنا كل الفرنت متسلايس ابلاي باي زي فيبرال نيرف لما تاخد القاعده العامه بتاع كل حاجه تريحك ده الفهم اللي يساعدك على الحفظ وقت كده. الاكشن بتاعها هي عضله معديه على الايه؟ معديه على الهيب جوينت فوق ادي الهيب جوينت الهيب بون والفيبر وادي هنا الهيب جوينت الفيبر والتيبيا يبقى تشتغل على الاثنين. تعمل فليكشن للهيب جوينت وتعمل فليكشن للهيب جوينت. فليكسس بوز هيب اند نيو جوينت. ماشي؟ سهله بس الاكشن بتاعها كده ايه؟ هي سارتوريوس كان الجماعه الخياطين اللي الخياط اللي بيشتغل هنا زمان قبل المكن اللي هو دلوقتي بيشتغل ده
انا جايب لك صوره ليها هتسموها ساسويس الخنزير. اه يعني الراجل ده الراجل ده ساسويس قاعد مربع وقاعد شغال كده بايده هتسميها سارتوريوس سارتوب على هتيرا يعني على خياطيه وما بالكش بتاعها بقى هي بوت ذا لور ليف انت كلاسيكال كروس ليج بوزيشن اوف تيرا ادي هي راجل خياط اهوت قاعد اهوت وقاعد اهوت وعامل ايه؟ ادي النيش وادي الهيب ريت فليكسز ابدكشن ولاترال روتيشن للهيب ريت فليكشن وابدكشن ولاترال روتيشن للهيب ريت والنيش وانت عامله ايه؟ فليكشن وميديال روتيشن تاني يبقى فليكشن وابدكشن ولاترال روتيشن للهيب ريت وفليكشن وميديال روتيشن للنيش وانت ذيس از ذا كلاسيكال ليج بوزيشن اوف ذا تيرا ماشي تهدى الموضوع ده تعمل فليكشن فوق وفليكشن تحت وتريح تمام ماشي نيجي بعد كده تعالى بعد كده كوادري سيبس طبعا احنا في الهيب بول يبقى في الزائليا معايا وادي هنا اسمها ايليا انتيريور ايه معايا طيب طيب ايه صحيح ايه 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 طيب لكن في حد بيعمل حكاية كده عشان ايه؟ خلاص اسمها ايه؟ ريكتاس فيمورس
وبعد كده وسميناها فيمورس ان في واحده قبل ما جه اسمها ريكتس ابدومينس لازم افرغ زي ما خدنا هنا بايسبس بريكاي تحط في الصاي حاجه اسمها بايسبس فيمورس لازم ايه تحدد وبعد كده العضله الثانيه اسمها اما اشيل الريكتس فيمورس دي اقطعها تحت منها عضله اسمها ايه فاستس انترميدياس اسمها ايه فاستس انترميدياس معايا بعد كده فده في فاستس انترميدياس يبقى في واحده ميديالس واحده ادراس ادي فاستس ميديالس اهي واحده ادراس اهي رقم 3 وادي فاستس ميديالس رقم 4 تاني فالسيفيورس از فور ماسلز نمبر 1 ريكتس فيمورس يعني ريكتس فيمورس عند 3 فاستات فاستس انترميدياس تحتيها وفاستس ميديالس وفاستس ايه لاترالس قصه قصه اربع حضرتك بتتكلم عنهم وكلهم لهم تندن واحد اسمه ايه اللي هو ادي ده اسمه اللي هو التندن واحد اسمه ايه وادي سيبس تندن اهو وبعد كده بيمسك الباتيلا هنتكلم عنهم دلوقتي اول حاجه ريكتس فيمورس سمس لها تو هيدز زي ما قلت لك على الهيد بون اللي فات ليها اوبليك هيدز وستريت هيدز ريكتس فيمورس انا يعني كل حاجه حاططها جنبها البولز وكل الكلام عشان ايه ما تدورش كتير نعم النهارده الناس بتفوق كتير ليه كده ايه الحكايه؟ بس ريكتس فيمورس ليها ستريت هيد لها تو هيدز ادي الستريت هيد طلع منين؟ فروم دي انتيريور انتيريور سباين عرفناها بقى؟ اللي هي تحت انتيريور سوبيريور واوبليك هيد اوريجن اوف ذا ايه او ريفكتد هيد طلع من الاليوم جاست اباف سي اس تابلر واضح؟ وانا عملت لك عليهم وانا قلت يبقى ريكتس فورس لا تو هيدز ستريت وريفكتد او اوبليك ستريت فروم ذا انتيريور انتيريور اليك سباين تحت السارتوريس جزء من الانتيريور سوبيريور واللي تحت منها انتيريور انفيريور وبعد كده الريفيتد هيد فروم ذا ايه هيب بون او فروم ذا ايليا جاست ابوف السابيلو ده بالنسبه للايه؟ للريفيتد فيمورس سهله؟ الباستس انترميدياس دي سهله خالص ادي الشافت اوف ذا فيمر فروم ذا فرونت اوف ذا شافت يعني فروم ذا ابر تو سيرفس اوف ذا انتيريور اند لاتر سيرفس اوف ذا شافت اوف ذا فيمر لو قلت من شافت اوف ذا فيمر كفايه دي باستس ايه؟ انترميدياس بقى عندنا في فاستس ميديالس وفاستس لاترالس ده لهم كلام كتير بقى انا هريحك من دلوقتي لحد ما تاخد البول تقول لي تاخد من ايه؟ تاخد من الابر اند اوف ذا فيمر تاخد من الابر اند اوف ذا فيمر اند شافت اوف ذا فيمر هذا الفاستس ميديالس ولا الفاستس لاترالس طبعا ايه؟ يعني ليها لينير اوريجن لينير اوريجن يعني حبيت اقولها لك؟ اقولها ولا بلاش؟ بلاش هي هتاخد وقت صعبة شوية وانتوا طبعا فهمتوا خلاص يعني فهنا التكس اوريجن بص هنا كده ده الاوريجن بتاعها التفصيل يبقى اقراها بعدين وبعد كده بقول بعدين بقى انما هنا اختصار الهوا ان هم فصل في البلد فروم ذا ابر اند اند شافت اوف فيمر فصل في البلد زي كده فروم ذا ابر اند اند شافت اوف فيمر طبعا التفاصيل اقراها بقى انت وبقى ايه اشرح لك انا يبقى باختصار انت تصور الاثنين هنا ستريت اند يو انفير سبايد وريفليكتد من الايه ايه اللي بقى مستني بس الميدياس تحت منها واحده من الشافت اوف ذا فيمر الميدياس ستريس من الابر اند والشافت اوف ذا فيمر ده انا كده الانسيرشن بتاعهم كل واحد قال الانسيرشن هيموتين بارك معايا يبقى هنا الأربعة مصاص يبقى تندن قوي اسمه كوادريسيبس تندن يمسك في الباتيلا الباتيلا على شكل مثلث لها بيس فوق وابكس تحت الكوادريسيبس تندن مشيك في الباتيلا لكن التندن العملية ما انتهاش عند كده لو مسك في الباتيلا يبقى هيشتغل على النيل زي مش هيشتغل على النيل لازم يروح للتيبيا يعدي على المفصل مش كده ولا ايه؟ يعدي على مفصل النيل قبل الايه؟ مفصل النيل من الفيمر ومن التيبيا تحت لازم يعدي فتلت ليجامنت اسمه ليجامنت باتيلي يمسك من الابس الباتيلا ويمسك حاجه اسمها تيبروستي اوف ذا تيبيا يعني ايه؟ ادي هنا التيبيا هي عندنا هي ابر اند اي حد يحط هنا كده اهوت في جزء بارز اهوت اسمه تيبروستي هو عندهم ديست بروستي اوف ذا تيبيا ده ماسك فيها ايه؟ اللي هو ليجامنت باتيلي حتى اسمه ايه؟
ليجامنتم الليجامنت اللي طالع من الباتيلا وده ابتداء الانسيرشن بتاع الايه؟ كوادريسيبس عشان يبقى معدي على البي جوينت فكده تبقى اكستنشن اوف ذا ليجامنت يبقى الانسيرشن بتاعها كلمتين الفور باسز بتكون كوادريسيبس سندون ماسك في البيت والباتيلا من الابس بتاع الباتيلا التندون يكمل بليجامنت قوي جدا ليجامنتم باتيلي ويبقى ماسك في الديبروستي اوف ذا ابر اند اوف ذا تيبيا واضح؟ ده اللي هو اوريجن انسيرشن النيرف سبلاي قولوا انتوا تومور نير الحمد لله كل هيد واحده من تومور نير ممكن تدخل البرانش منه او البرانشين حسب واحد حسب حجمه يعني الاكشن بتاعها انتوا عارفين الاكشن اكستنشن اوف ذا نير از ذا مين اكستنشن اوف ذا نير اكستنشن اوف ذا نير از ذا مين اكستنشن اوف ذا نير ماشي بالاضافه بقى ده كفايه كده كفايه كده انت صور صور كده بيكش ان الهيب كفايه ان ممكن ايه فهنا origin insertion brings up by action لقيتوا؟ ايوه فهمتوا حاجة النهاردة؟ ايوه جد تذكروا المحاضرة اللي فاتت وتذكروا المحاضرة دي لأن يوم الخميس في ساعتين كمان نعم؟ من 8 إلى 10 مكان السيمينار نعم؟ ولو سمحت كلكم من 12 لواحدة البريك دي هناخدها ايه نقفل فيها الجزء المتبقي من الرقم ليف لا مش اليوم عندكم لو عندكم ساعه يوم مفيش مشكله عندكم حاجه جيم جيم اوفر خليه الخميس تبقى ايه فجاي بعد كده تبقى انت عندك تمام بكره عندكم 8 10 دكتور جمال